يتعلق بالموضوع اللي هو هيخرجه. وكان بيتوخى الصدق دايما في اعماله. ولما اقول الصدق هنا احنا بنتكلم عن الواقعيه. واقعيه صلاح ابو سيف ان تكون صادق مع نفسك ومع عملك ومع جمهورك. يعني ما تقدم لهمش شخصيه كاذبه او شخصيه كذابه يعني مش حقيقيه. ما تقدم لهمش مكان مش حقيقي. ما تقدم لهمش حدث مفتعل. لازم يبقى الواقع هو اللي فارض نفسه على وما يبقاش دمك تقيل وانت بتتكلم جد. يعني خفة الدم مطلوبة علشان الجمهور يتقبل اللي انت بتقوله. ولذلك مثلا تلاقي فيلم زي الزوجة التانية من اكتر الافلام اللي الناس بتضحك فيها، وكل ما يتعرض يقعدوا يتفرجوا عليه تاني، واصبحت جمله افيهات متداولة على ألسنة الناس زي هي حبكت او الليلة يا عمدة يعني كده. وكان بيهتم قوي قوي بالتفاصيل الصغيرة. واذكر مرة انا وإيناس زغيدي كنا بنشتغل معاه مساعدين في فيلم الكذاب، وكان في لوكيشن اسمه لوكيشن الحارة، ده هنصور فيه اول يوم. فاحنا كمساعدين بنروح قبليه بيوم بنشرف على فرش الحارة، وهو يجي بعدينا يشرف يبص بقى احنا عملنا ايه. فاول ما دخل بص بعينه كده مسح المكان كله وقال فين كيس المشابك. فبصيت انا وإيناس بصينا لبعض، ايه كيس المشابك ده؟ في الأحياء الشعبية كل البلكونات بتبقى معلقة كيس للمشابك على مسمار في الحيطة. كيس كده بيبقى من الدمور أخضر أو زيتي أو حاجة كده. فكيس المشابك ده حاجة قد كده في بلكونة على بعد 100 متر، يعني لا يمكن حتى العين تلقطه. هو لقطه لأن مفيش البلكونات مفيهاش كيس المشابك. فجاري طبعا رحنا طلبنا من الاكسسوار كياس مشابك تتعلق في البلكونه ويبقى فيها مشابك، رغم ان الجمهور مش شايف ده. قال مش مهم الجمهور يشوف، المهم ان انا ابقى حاسس ان انا في حاره حقيقيه والا هبقى بكذب. شوف الى هذه الدرجه. طبعا ده درس احنا اتعلمناه من انهي معهد ده اللي هيعلمك الكلام ده.